تتواصل لليوم الثاني أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة، والذي يتمحور هذا العام حول موضوع بناء القدرة على التكيف بالأمل للتعافي من جائحة كوفيد-19 وإعادة بناء الاستدامة والاستجابة لاحتياجات الكوكب واحترام حقوق الإنسان وتنشيط الأمم المتحدة. هذا وقد أكد الوزير أن الجزائر ستغتنم هذه الفرصة لعرض رؤيتها وطرح مقاربتها لتمكين المجموعة الدولية من تجاوز المرحلة الراهنة والمفصلية من تاريخ البشرية.